رجعنا وموضوعنا صحي بامتياز. بتعرف نادر نحن ليتلي آخر هالسنتين اللي كان فيهم كورونا وهيك كتير ركزنا على الكورونا وأخذتنا من اهتماماتنا اليومية وما عطينا كتير أهمية لأمراض تانية معقول تزعجنا. وهلأ ليتلي في مرض عم بيصيب كتير من الشباب والصبايا وخاصة يلي بالفئة العمرية تبعنا واللي هو اضطراب الهرمونات. بتعرف هذا الشيء؟ آه بس أنا ملاحظ إن أنت كمان مركزة قوي على الموضوع ده صح؟ مظبوط. الخوف من كورونا صار خلينا نشوف كل شيء هين، بس نحن بننسى انه حب الشباب واضطرابات بالنوم والذاكره والجهاز الهضمي ممكن كمان يكونوا دلاله لاضطراب الهرمونات وبحاجه لعلاج مباشر وخصوصا بعمر الشباب. حلو. طيب عشان نتعمق اكتر هنستقبل ضيفتنا من البحرين الدكتوره خوله علي، استشاريه الامراض الغدد والسكر والسمنه. اهلا وسهلا بيكي معنا في لايف ستايل. أهلين وسهلين وشكراً جزيلاً على هالاستضافة الحلوة. يا أهلين جداً والله بتواجدي معاكم الليلة. ونحن كمان. دكتورة خولة، ليش الشباب هن الأكثر عرضة للاضطراب بالهرمونات وأي فئة عمرية بالتحديد؟ نقطة وايد حلوة، وذكرنا سالفة الكورونا في البداية. فترة الكورونا بالتحديد ترى فترة ساهمت بشكل كبير بلخبطة الهرمونات. خلك أكلمكم أكثر. في هذه الفترة تغير نمط حياتنا من حركة دائمة من تحرك، لا قاعدين كله في البيت، حتى صح. وإحنا ندرس قاعدين في مكاننا، الأطفال قاعدين في مكانهم. أيضا زادت الطلبات من برا، الطلبات الخارجية قليل جدا، صرنا إحنا نطبخ في البيت ونقعد في البيت. فتغيير نمط الحياة هذه من ناحية الأكل صار أقل صحيا، الحركة صارت أقل صحيا، وأيضا الضغوطات ترى النفسية اللي صارت في فترة الكورونا، اللي هي ناس فقدوا طبعاً إيش اسمه أشغالهم، أزمات اقتصادية، كل هذه الأشياء مع بعضها مثل ما نقول سوت لنا وصفة حق اضطرابات أو لخبطة الهرمونات، وبالذات أتوقع في الشباب اللي أعمارهم في العشرينات والثلاثينات، هذه الفئة اللي ما زالت مثل ما نقول المستقبل قدامها، والضغوطات اللي عليها بالتالي علشان تنجز، علشان تشتغل، عشان تحصل وظيفة كبيرة جداً. اوكي طيب، هل في فرق بين الشباب والبنات؟ وكمان ايه هي الاعراض اللي بيحسوا بيها؟ حلو حلو. طبعا في اشياء اختلافات او بسيطه، بس في هناك اشياء وايد متشابهه. يعني ناخذ مثلا على سبيل المثال البنات والشباب اثنيناتهم لما تصيرهم لخبطه هرمونات، هذا الشيء يؤدي مثل ما تفضلتوا اضطرابات الجهاز المناعي، يصير عندي يقولون عصب مثلا على سبيل المثال، صداع دائما مستمر. اضافه الى ذلك الشهيه تتغير، يعني مثلا تشوف ان في ناس وايد يصير عندهم كريفينجز حق السويت، حق الشوكليت، حق الكاربز وكل هالاشياء اللي بدونها تزيد وزن. في نفس الوقت هرمونات القلق والتوتر تعفس النوم، صح؟ فممكن تسبب قلة النوم.